اخترت اليوم خصيصا تطبخها. يعني لاحكي لك شغله، عنوان هي الوجبه كل دروب الحب توصل الى حلب. يا سلام، اليوم هي وجبه من عند ست الحسن، من عند ست الكل، هذا كله وصف لمدينه حلب الجميله. اليوم عندنا كبه مهمه من مفاخر المطبخ الحلبي، كبه سفرجليه. وليش اخترت تعملها اليوم شيف؟ لاحكي لك شغلي، انا اول شيء من حلب، وحبيت اشارك اهل حلب، اهل مدينتي فرحتهم رجعت الاسواق القديمه بمدينه حلب بمساعده الدول العربية ومساعدة، صار في فرح بحلب يعني، وهذا الفرح صار هلأ بعد 13 سنة. لذلك أنا حبيت أضوي اليوم على أكل من هاي المدينة الجميلة والرائعة والغالية على قلبي. فكل فرحة لازم تكون في هذه الوصفة طبعا، يعني هذه يعني وصفة المناسبات الحلوة زي ما يقولوا. على فكرة الحلبية إذا بده يدللوا حدا لازم تكون في كبة، ما بالك إذا ساووا كبة سفرجلية مباشرة. أنا مشان أختصر من الوقت حطيت زيت يعني سمن واللحمه وبلشت اقلي فيهم. اوكي، بس لا اكثر ولا اقل. هلا شو راح اساوي مباشره؟ دخلنا مباشره بالموضوع. ايوه هو مباشره لازم ضروري. هلا راح اضيف ستوك او مية مرق لحم. مرق لحم. أيوة. يلا على اللحمه. على اللحمه تمام. بعد ما ضفنا اللحم شو راح نساوي؟ رح نضيف سفرجل. اوكي، بس انت حطيته في المي كانك فتره. حاطه بالمي وشويه عصره ليمون مشان ما يتغير لونه بصراحه. أوكي. لا اكثر ولا اقل. انا هي سفرجل ورح اقطع كمان وحده. وايش المناسبه شف انك اخترت يعني ما دام هذه مناسبه فرح، هل فرحان بشيء؟ بدي اسالك اكثر من هيك فرح، ليش ما نكون كلياتنا فرحانين؟ اي والله، يعني اليوم يعني ان شاء الله كل يوم صحيح. اليوم هلا اذا بنشيك بنشوف هالاسواق كيف رجعت، كيف رجعت الحياه. فانت بمناسبه هذه الاسواق طبعا في احلى من الحياه والحب سنه طبعاً. لها قديمه وترممت صح؟ بنت من جديد، كانت على الارض ساره. أيه. كانت على الارض، يعني اكثر من هيك فرحه حاج. أيه. لازم دائما نكون هلا فرحانين عن جد. والله ان شاء الله صراحه ايامك كلها فرح يا شف، وفرح كل يعني ان شاء الله كل ايام مشاهدينا كمان فرح، ونفرح بصراحه كل بلداننا العربيه. كل البلدان العربيه كثير هي جميله، جميله بناسها، جميله بطبيعتها. طبعا نشوفها تزدهر وتكبر كمان يا رب. حاجتنا خلينا دائما ندور على الفرح والحياه ساره. اي والله ضروري. حطيت هلا انا سفرجل. لك تسلمي لي يا رب. حطيت سفرجل لاني اللحمه انطبخت على قليله تقريبا 3 ارباع استواء. أوكي. حطيت سفرجل وراح احط رب البندوره. هو أمانة لازم كنت أحط رب البندورة قبل. أي. بس ما هي مشكلة. أي. غيرت رأيك؟ لأني أو هيك حبيت أغير. أي. بس اللحمة مستوية 3/4 استواء، ورح نضيف شو رح نضيف؟ رمان. كنت حقول والله يا رمان يا توت في. رمان. أي. فهذه اللي بتدي كذا. هاي اللي بتعطينا الطعمة. أي. ورح نضيف توم كمية منيحة. واضح. شيف كنا بنتكلم قبل شوية على موضوع المطاعم، ما شاء الله الشيف ياسر لي في الكيترينج بزنس لك سنين طويلة، وما فكرت تروح مطعم، أنت مبسوط بهذه الشغلة، فتحس الناس لأنه كثير دحين ناس شفية طالعين جداد، هل تشجعهم أنه يروحوا المطاعم ولا الكيترينج بزنس بالنسبة لك يعني أنجح واسهل؟ ايش في؟ لا ما في شيء اسمه سهل. انت شو بتحبي؟ وين بتشوفي حالك؟ وين بتحسني تعطي؟ انا كشخص بحب دائما يكون في عندي شيء جديد، دائما متجدد، بجوز بهذا الزوم انا دائما. الكيترينج دائما هو عباره عن رسم لوحات مختلفه. يا سلام. كل ايفنت يختلف عن الايفنت الثاني، لانه تحط منيو جديد، منيو حسب العرسان، حسب العرسان، حسب المكان. حسب البلد اللي انت فيه. تابعتي على انستغرام المره الماضيه العرس اللي كان بالشام؟ ولا اروع من هيك. أي. ولا اروع من هيك. حتى وقت بكون بالرياض أو حتى بتركيا، بالرياض كمان عم نرسم لوحات عن جد عن جد بتاخذ العقل. واو، وهنا من جد تشوف الشغف في الإنسان، يعني تشوف الشيف بيتكلم عن الأكل إنه لوحات فنية، فهذا فعلا يبين لك قديش أنت تحب عملك. طبعا لا طبعا الأكل ليك لك شغلي، هي الأكل إذا ما حبيتي لا يمكن انه تبدعي. والله كل احد يحب الاكل، بس ومين يحب يطبخ؟ هذا هو هذا الفرق. بدك تحبي. يعني الاكل هو عباره عن حب. اي يعني لحكي لك شغله يا ساره عن جد،
أنا ما بحب دائما اليوم لحقت هذا الشغف من زمان حتى لأوروبا. المهم أنه هذا عشق. يعني أنا اليوم ما بتخيل أني ما أكون بالمطبخ، ما بتخيل ما أكون بشتغل بساوي إيفنتس، يعني ما بتخيل حالي أبدا. لا إن شاء الله الله يديم عليك على هذه النعمة الجميلة. دحين أقول لنا بس فين وصلت؟ هلا حطينا نعناع. أوكي. نعناع ناشف. هلا نرجع من عيد مادة دهنية، اللحمة رب البندورة، نحن بحلب بسموها ميت فرنجي، هي رب البندورة أو معجون البندورة، سفرجل، رمان. هلا بنتركهم يغلوا. طبعا السفرجل أنا نزلته مباشرة لأن اللحمة اوريدي مستوية 3/4 استواء. أوكي. لا يمكن كبة السفرجلية بدون كبة. أوكي صح. هلا نحن منين هي سوينا سفرجل وهلا عم نساوي الكبة. ايه مكبكب الكبة. هذه الخلطة اللي هي ايش؟ هي عبارة عن لحمة حشوة. طبعا مستحيل احسن نلحقها على الهواء لأني بتاخذ وقت والبرغل بده ناع، بس عم نفرجيهم شلون بكبكبوا الكبة كمان. هي اصلا انت سويتها كأنه ولا حاجة يعني شلون عم تتكبكب الكبة. اوكي تتكبكب الكبة. تتكبكب. اوكي هي المصطلحات نتصير أساسية. كبة يعني. اوكي سارة برسالة غفران، رسالة غفران لأبي العلاء المعري، بتعرفي شو قال؟ إيش قال؟ يا الله على هالمقولة، قال طباخين الجنة من حلب. يا سلام. يا أنت متصورة؟ هلأ وإذا بتدخلي على قلعة حلب، بتدخلي في مكتب للسلطان أحمد كان أيام دولة عثمانية، عزيلي شو كان شو كاتب على باب المكتب؟ إيش كاتب؟ كاتب طباخي من حلب، مو كاتب اسمه ولا شو هذا المكتب بدك، عم بقول لك طباخي من حلب. يا سلام. شوفي على هالرمزيه اللي او القدسيه الكامله للشيفيه. والله احنا نفتخر اليوم نقول صباح الخير يا عرب، طباخنا اليوم من حلب. كيف يا عيني بس. يا عيني لك كيف بس بتجنني. الله يسعدك. يبقى هيك ما بدك تحاولي تكبكبي؟ لا ما ححاول، نخلي الخبز عند خبازه زي ما يقولوا. بس لازم تدوقي. اي حدوق اكيد حدوق، مش بس حندوق، حناكل اليوم، حنتغدى مزبوط. ايه اليوم بدك بس هذا حنسيبه نغلي. اي رح نسيبه على كافة الاحوال. انا محضر شيء جاهز كمان. ايوه انا شفت هنا هذا تقريبا. ايه هي جاهزه يعني هي اللي جاهزه. اوكي تقريبا قد ايش يبغى له عشان ينطبخ؟ بتاخذ لها اذا بس استويت اللحمه، سفرجل ما بياخذ كثير وقت. يعني ساعه كامله بتكون خالصه الطبخه كلياتها. والكبه هذه حتحطها هنا؟ هلا لا هلا رح احط الكبه ساره بالمي. هلا هون. اوكي في المي حتغليها يعني. مي طبعا انا المي حاطط شويه ملح، وهي سويت شويه كبه بس عجين ما فيها لحمه. اوكي كمان رح نحطهم. هذي ايش سموها طيب؟ هي بلوزه. احنا اي شيء ما له حشوه نسميه كذاب يعني، مثلا هذه ممكن تكون كذابه. كذابه والله. ولا يهمك ولا يهمك. هي اجباري معها. هلا في عالم بتفضل بجانب الكبه السفرجليه رز، ولكن بحلب والشيء التقليدي المتعارف عليه الكبه كبه. وكيف تتاكل يعني؟ في خبز وخبز؟ لا لا ما في خبز، انه بيسكبوا رز وسفرجال، ولكن في مدينه حلب الكبه كبه خلاص. بس الصوص مع ايش تاكل؟ لا زي الشربه تصير في بقلبها هلا انت هي. ايه؟ وبقلبها الكبه وخلاص وبقلبها اللحمه بس. بس احس انه لازم انه شيء معاها يعني. لا لا هلا بس تدوقي لبن طيب ما. لا لا ولا شيء شي. ولا شيء. اليوم حناكلها بالطريقه بتعطي رايك الاصليه. بكره بتعطيهم رايك. خلاص اكيد. تسلمي الايادي شيف، احنا نرجع لك بعد شويه يلا. تكون خلصت الوصف ندوق سوا وكمان محضر لنا حلل الشيف حنحلي سوا. خلاص بإذن الله. بلشت تغلي هلا هي. اوكي يعني بترجع بتلاقي بدك تدوقي من هي ومن هي. خلاص ماشي. تسلمي الايادي شف، احنا حنروح حنشوف الواتساب. جاتنا تصوير صراحه يعني